أعظم قطعة تكنولوجية على الإطلاق، التصميم أعجوبة في التسويق. هكذا توصف النظارة الجديدة أبل فيجن برو، النظارة التي أطلقتها أبل منذ أيام في الولايات المتحدة بسعر باهظ يبدأ من $3,500. تعمل ببساطة عن طريق مزج المحتوى الرقمي مع العالم المادي، ويتم التحكم فيها عن طريق العين واليدين والصوت والإيماءات. لا شك أن السعر له دور مهم إن لم يكن الأهم في تحديد شراء المنتج من عدمه لدى المستهلك. كما ننسى أن كثير من أجهزة الهاتف تقريبا فيها كل المميزات أو أغلب المميزات الموجودة في أجهزة الآيفون، ومع ذلك نشوف مبيعات هائلة وضخمة لدى أبل. أيضا حاجة المستخدم واهتماماته هي تحدد اختياره لهذا المنتج أو ذاك. مثلا التوافق الموجود بين أجهزة أبل، أنه فرضا أني أنا جهازي آيفون والكمبيوتر أستخدمه من كمبيوترات أبل، التوافق اللي بينهم سرعة نقل البيانات هذا يفرق بشكل كبير جدا عندي. أيضا أتوقع أن هذا الشيء اللي تعول عليه شركة أبل بنسبة كبيرة. دخول أبل للسوق خلينا نقول أنه راح يحفز الشركات الثانية بنسبة كبيرة عشان تطور منتجاتها منافسة بشكل سريع جدا، وتوقع شخصيا السنوات القليلة القادمة بيكون فيها تطور ملحوظ لهذا المنتج. وفورا انتشرت صورا مخيفة لناس يرتدونها في الشوارع وفي المواصلات العامة، مشاهد تذكرنا بجنون البوكيمون عام 2016 عندما كان الناس يطاردون رموز رقمية في الشوارع، طبعا مع فارق التشبيه والأهمية. برأيي المسؤولية هنا تقع على عاتق المستخدمين أنفسهم. مال التكنولوجيا للأسف موجود، ولا شك أن وجود تقنيات مثل هذه راح تزيد من نسبة الاستخدام، لكن عيد وأقول المسؤولية تقع على عاتق المستخدم. مثل ما أنه ممنوع أن يستخدم الجوال أثناء القيادة، أكيد أنه راح يكون ممنوع استخدام النظارة أثناء القيادة وربما حذر أكبر. إشادات وانتقادات. البعض يثني على إمكانات النظارة وقدرتها المذهلة، وآخرون يشبهون ما يحدث بأفلام الخيال العلمي المرعبة. مسألة خصوصية، ما أعتقد في فرق كبير بين النظارة والهاتف. إذا في مشاركة بيانات عن طريق النظارة فهو بالتأكيد موجود في الهاتف، والعكس صحيح. لا شك أن النظارة ثقيلة لحد ما، وأتوقع أن استخدامها الوقت خلنا نقول من نص ساعة إلى ساعة راح يسبب لك بعض التعب، لكن أيضا الكلام هذا ينطبق على أغلب النظارات الموجودة. حسب اطلاعي الأوزان تقريبا كلها متشابهة، يمكن نظارة أبل ممكن من أخف النظارات وزناً.